إن شاء الله راح نتكلم في موضوع مهم جدا وبسيط وصغير في هذا الموضوع، بخصوص بلوغ البنت المبكر. نطرح سؤال وهو كالتالي: ماذا نعني بمصطلح بلوغ البنت أو الفتاة المبكر؟ مصطلح بلوغ المبكر. البلوغ المبكر ليس البلوغ الذي يتم طبعا قبل العمر الطبيعي بفترة زمنية قصيرة، إنما البلوغ الذي يحدث عند الطفلة التي تبلغ من العمر تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات، وهو الذي يحدث بسبب تهتك في قشاء البكارة. والأسباب قد تكون أما سقوط من مكان عالي أو دخول جسم غريب في مهبل الطفلة، أو عند اكتشافها لأعضائها بواسطة أشياء بيدها، قد تكون هذه الأشياء قلم أو مسطرة أو لعبة أو أي شيء ممكن يحدث. أيضا الاعتداء الجنسي وعوارضه ممكن يسبب بلوغ الطفلة، يعني بلوغ مبكر. وطبعا كيف يتم علاج هذا الشيء؟ لا يوجد علاج، والحل الوحيد هو إعادة ترميم القشاء البكارة. وأيضا من الضروري استشارة طبيب متخصص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.